هكذا متابعينا الكرام نجدد لكم التحية مع مسيرة شوط الختام في هذا المساء، هو الشوط العشرون الخاص بالجعدان الصعوب. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول عجيب حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، وثانيا يأتي هنا كلاسيك لسلطان بن حمد بن علي بن مرخان، بينما المركز الثالث جميل لسعيد بن عيد بالكوس الفلاسي، بينما المركز الرابع راهي ناصر بن سعيد بن ناصر الرميثي، وخامسا هنا متعب لعتيق بن سيف بن حاضر العميمي. هذه هي نتيجتنا وندعينا للخمس المراكز الأولى، ونعود للصدارة وإلى المركز الأول. الله يا عجيب عجيب، وفي شكله عجيب بالفعل، حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما ثانيا كلاسيك ياتينا لسلطان بن حمد بن علي بن مرخان أهالي مرغم، وهناك المركز الثالث راهي ناصر بن سعيد بن ناصر الرميثي الثلاثية. وشوط الختام يحتار ما بين هذه الأسماء وهذه النجومية. الله يا عجيب، هو عجيب يقدم ويأتي بالعروضات العجيبة على الصدارة الأولى، حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ينتزع شوط الختام المركز الثاني اللي احتله هنا كلاسيك لسلطان بن حمد بن علي بن مرخان، والمركز الثالث راهي لناصر بن سعيد بن ناصر الرميثي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطنا يا علي دقيقة 44 ثانية، تهانينا وناموس يلا مالك أيضا اللي هو عجيب حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، فتهانينا والناموس. هكذا متابعين الكرام شاهدتوا المتعة والإثارة من خلال انطلاقة 20 شوطا غصمت من بين الأبكار والجعدان من مسافة الكيلو والنصف وكيلو والميتين، فتهانين لكل الفائزين في مساعي هذا اليوم، وحظ نوفر لمن لا يحلفه الحظ في أشواط هذا المساء. نقدم الشكر لنادي دبي على هذا الدعم السخي والتشجيع لملاك الأسايل لسن الفطامين، وكذلك نشكر الأجانب الغائمة بالعمل والتنظيم في أرضية ميدان دستور. تقبلوا تحياتي وتحيات اللجنة، يستودعكم الله التي لا تضيع ودائعها، وإلى اللقاء.